لا كمان عجبوها طبعا، عجبوها طبعا. اليوم حبيت في البداية أشكر جميع الحضور، أشكر محاضرينا اللي جاونا، أشكركم أنتم اللي جيتونا واللي جاونا خلال الفترة اللي طافت كلها، أشكر جميع اللي تواصلوا ويانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشكر اللي تواصلوا ويانا عن طريق الهاتف، فلكم الشكر جميعا. ومن ثم أبدأ كلامي بإني أبارك لأنفسنا ولكم عودة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أرض الوطن متشافى معافى بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لسموه والتي تكللت بالنجاح. فها هي البحرين اليوم ازدانت واستزانت برجعتك يا أبو علي، وقرت عيوننا بشوفتك وسلامتكم. انت سالمة. شكرا للأستاذة ريما حسن هلال على هذه الكلمة الطيبة. وأيها الأخوة والأخوات، حساسة